وفي الفترة ما بين عامي 76 و 82 تولى خليل الوزير قيادة القطاع الغربي في حركة فتح وعمل على تطوير القدرات القتالية لقوات الثورة. كان أبو جهاد شخصية تنظيمية وعقلية عسكرية فذة وشكل أيقونة للمقاومة ورفض الاستسلام. تولى مسؤولية الأراضي المحتلة وخطط وأشرف على العمل الفدائي. احنا بدنا نخلي نهار تل أبيب أسود، نخلي نهار تل أبيب دمار إن شاء الله، نخلي نهار تل أبيب يصير معروف بتاريخ تل أبيب يوم سبت أسود ويوم حد أسود. وتعود الذكرى كل عام لتجدد معها الألم، لكن عزاءنا أن الشهداء لا يموتون بل يخلدهم التاريخ وتخزنهم الشعوب في ذاكرتهم على طريق التحرير وبناء الدولة.